مرة أخرى ستكون الجماهير الرياضية على موعد جديد في تنافس بين فريقي القادسية والكويت على نهائي بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم في 30 من الشهر الجاري. وتأهل فريق القادسية والكويت للمباراة النهائية بعد فوزهما على العربي والنصر على التوالي. تقرير الزميل أحمد العنزي يرصد ديربي الكرة الكويتية. بالركلات الترجيحية قاد القادم الجديد حارس مرمى القادسية مبارك الحربي فريقه لنهاية بطولة كأس ولي العهد بفوزه على فريق العربي 5 أهداف مقابل 3 بعد تصديه لركلتي علي مقصيد وعبد المحسن التركماني. ما كان سبب رئيسي مبارك، بالعكس اخوان اللاعبين ما قصروا، يعني لولاهم ما وجد مبارك. طبعا الشكر لاخوان اللاعبين على الثقة هذه والمدربين. طبعا قبل ان اوصل بلنتيات كانوا متوقعين ان بنفوزهم، لكن الحمد لله. يعني شنو انت قايل حق مساعد ومساعد قايل؟ مساعد قايل كلمة أقولها لك إن شاء الله بالنهاية. كسبنا حارس مثل مبارك الحربي، للأمانة أنا واحد من الناس كنت أراهن عليه سواء داخل أرضية الملعب 90 دقيقة أو بالبلنتيات، لكن هذا السبع توفق. أنا راهنت ناس وكسبت الرهان. ديربي الكرة الكويتية جاء مثيرا كعادته بين الطرفين، فتقدم الأصفر بالهدف الأول عن طريق البديل محمد الفهد بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت المقص العلوي لشباك سليمان عبد الغفور نجم اللقاء. ألف مبروك للأمة الغتساوية ولإخواني اللاعبين على هذا الأداء. أيضا ما ودنا نقول هارد لك لإخواننا لاعبين نادي العربي وجهاز فني وإداري، ودنا نقولهم مبروك على هذا الأداء الحلو اللي يمكن الفريقين قدموا مباراة حلوة. الشوط الأول يمكن قدمنا احنا مباراة حلوة، أضعنا كذا فرصة، ما حلفنا الحظ ان نسجل كذا هدف. ثاني شوط سيدوا المباراة يمكن النادي العربي، خاصة احنا بعد الهدف ردينا. المبدع اليوم كان سليمان عبد الغفور، للأمانة اليوم أبدع يمكن في منع الأهداف الغتساوية. لعبنا مباراة كبيرة الحمد لله، توفقنا آخر شيء بضربات الترجيحية. نقول هارد لك نادي العربي جماهيره. والله ان شاء الله تكون بسيطه باذن الله. ان شاء الله الاخضر عدل النتيجه في الوقت بدل الضائع بركله جزاء عن طريق علي مقصيد، ليحتكم الفريقان للركلات الترجيحيه التي ابتسمت لصالح القادسيه، ليكمل المباراه 19 على التوالي بحرمان جماهير العربي من الفرحه في ديربي الكويت. الشباب قدموا شوط اول جيد، الشوط الثاني الى اخر ربع ساعه قل الاداء وقل المخزون البدني للاعبين، ويعطيهم العافيه، اللاعبين هم اللي يستحقون هذا الانتصار لان اعطوا نص ساعه فوق طاقتهم صراحه في الاكسترا تايم. انا وجهه نظري القادسيه كسب ماوي، لكن الجمهور يطالب شيء مستغرب على غياب محمد خليل، هو افضل لاعب. يعني اولا لازم نهني ماوي على التصاعد في هذا المستوى، لاعب اعطيناه ثقه من اول يوم في التمرين، من تكلم على من يوم 28/7 واحنا نعطيه الثقه، واليوم كان قد الثقه. محمد خليل ما في شك ان انا بالنسبه لي من احسن لاعبين الارتكاز في الكويت وليس في القادسيه، لكن الشيء يمكن الجمهور ما يعرف ان محمد خليل مصاب. محمد خليل عنده اصابه وما كان حاضر بالتمرين، موجود في العياده، فكان مستحيل انه حتى ينحط في القائمه في هذه المباراه والمباراه السابقه. متى ما كان محمد خليل صدقني من اول الخيارات اللي تطري على بالي انا شخصيا كلاعب في محور الوسط. طيب غياب صومالي احمد الظفيري عن المباراه النهائيه، يلحق ولا ما يلحق؟ احمد الظفيري صعب جدا لان التشخيص الاولي من اسبوعين الى 3 أسابيع. صوماليا حتى لو كان جاهز انا بالنسبه لي خالد ومساعد ندى هم اولى في المباراه هذه، لازم نعطي ثقه للشباب اللي موجودين. زين تحققون هالبطوله ولا؟ ان شاء الله انا ما رحت نادي القادسيه لاني اطمح للبطولات، عشان كذي طلبت منك انك ما تهنيني على السيمي فاينل، القادسيه مكانها دائما بالبطولات ان شاء الله. اجمعين ان شاء الله. بتأهل الاصفر لنهائي المسابقه سيلاقي غريمه الكويت في السنوات الاخيره، فهل سيواصل الكويت عقده القادسيه في نهائي المسابقات في السنوات الاخيره ام يعود الاصفر لسكه البطولات؟ ديربي الكرة الكويتية يصطبغ باللون الأصفر، والقادسية يضرب موعدا في كلاسيكو الكرة الكويتية في نهائي البطولة مع فريق الكويت غريمه التقليدي في السنوات الأخيرة. أحمد العنزي الرأي.